ودوما في الفن السابع، حيث فاز أيضا الفيلم الوثائقي جزائرهم بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. الفيلم من إخراج الجزائرية الفرنسية من أصل فلسطينية لينا سليم. نتعرف على الأعمال الفائزة إلى جانب هذا العمل في مهرجان الجونة في هذه الورقة الأنفوغرافية. وفي